بينضم لي هاتفيا معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. برحب بحضرتك معالي السفير. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. مساء النور. واهم ما استوقفك في كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، رسائل سواء كانت رسائل اقليميه او رسائل دوليه. يعني اعتقد ان كلمه السيد الرئيس من حيث الشكل هي كلمه رصينه، كلمه هادئه، خاطبت الضمير العالمي ووضع النقاط فوق الحروف بالنسبة للتحدي الكبير الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط ويمر به المجتمع الدولي، وده من حيث الشكل. من حيث الموضوع، بداية أعتقد أنه العناصر، كافة العناصر التي وردت في كلمة السيد الرئيس بتعكس الرأي العام المصري، وثانيا بتعكس العناصر التي تراها مصر ضرورية من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإنه الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش في أمان. وكان لافت للنظر أن السيد الرئيس عندما تحدث عن الشعب الفلسطيني أشار سيادته إلى الأطفال الفلسطينيين. صحيح. وإن هم يعني من أكبر ضحايا هذا العدوان الإسرائيلي على غزة. ثم أكد السيد الرئيس أن المؤسسات المجتمع الدولي محل امتحان في وقف هذا العدوان. أعتقد أن الكلمة كلمة موضوعية، كلمة شاملة، وبتعكس أولا التزام إسرائيل بالسلام من حيث المبدأ، والتزامها بالأمل أنه السلام، مسار مسيرة السلام التي دشنتها في عام 1979 ستستأنف، ومن ناحية أخرى أنه استمرار الأوضاع على ما هي عليه ده بيمثل تهديد لأمن المنطقة. صحيح. وكافة شعوب المنطقة. طب معالي السفير، معالي السفير، بس اسمحي لي بس نقطة أحب شايفها هامة في كلمة السيد الرئيس، إن الحلول العسكرية لن تساهم في تسوية أي مشكلة. صحيح. ده بيعني بالضرورة الحل السياسي للقضية الفلسطينية. طيب، رئيس عبد الفتاح السيسي قال جملة غاية في الأهمية، رفض تصفية القضية الفلسطينية قولا وفعلا. ماذا عني الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قال هذه الجملة من وجهة نظرك؟ طبعا يعني هو حضرتك، يعني السيد الرئيس بصورة ضمنية بيوضح أهداف الحرب الإسرائيلية اللي تدخل شهرها الثامن الآن على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية. إن الواقع الأمر إنه إحنا تعدينا حضرتك الرد على هجمات 7 أكتوبر. لا، إسرائيل انتهزت هجمات 7 أكتوبر لتنفذ مخطط مسبق، وهي ألا وهو تصفية القضية الفلسطينية والحيلولة دون تنفيذ حل الدولتين على الأرض. نعم. والسيد الرئيس أشار إلى ذلك وقال إنه، وأشار إلى حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها. فيعني دوت تفسير لإشارة السيد الرئيس إنه إن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية. نعم. طيب سؤالي ليك، يعني هل يركب العرب جميعا سفينة نوح فيما يخص القضية الفلسطينية وتهديداتها بكل تأكيد لمنطقة الشرق الأوسط؟ بتقصد ايه حضرتك؟ الأمة العربية يتفقوا سويا على بعض النقاط، ومن خلال طبعا البيان اللي صدر عن القمة العربية في المنامة 33 زي ما حضرتك قريته، البيان الختامي. هو أنا حقيقي حتى هذه اللحظة فعلا ما جاتليش فرصة أطلع على البيان الختامي،
لكن يعني الدول العربية في يعني علينا ان احنا نعترف يعني اذا كان الكل بيدين الحرب الإسرائيلية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن في طبعا خلافات بين الدول العربية حولين كيف المضي قدما على طريق وضع حد لهذا العدوان، ثم كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، ثم كيفية التعامل مع تنفيذ حل الدولتين، وفي نفس الوقت في ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية بدمج إسرائيل في المنطقة. فبالنسبة لهذه العناصر يعني أخشى إن مفيش رؤية عربية موحدة، ودوت بيمثل ثغرة بتعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية وبتعتمد عليها إسرائيل في المناورة والمماطلة. نعم، معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه التعقيبات حول يعني مجمل ما خرجت به حتى الآن القمة العربية الـ33 في المنامة. شكرا جزيلا ليك.